يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيمات يقيم الصلبة. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا يقصد يعني بالبطن هو الاستوما، المعدة. المعدة قسموها العلماء إلى ثلاث أقسام، طبعا فيها الفوق وفيها الوسط وفيها يعني التحت يعني القاع تاعها. ورب العالمين دارنا كما لروبيني داري، يعني عندك واحد بين المريء والاستوما يبلع، وعندك واحد عند ليزانتستان غريل يعني لما يجي خارج المصارين يبلع. على بالكم سبحان الله العظيم غير هذا وين يتبلع؟ لو كان ربي ما دارهناش والله ما نقدو نتمشوا، نتمشوا ونتقيوا، نتمشوا ريحتنا مش مليحه بالريحه تاع الاكل يرجع من المعده، فهي تدخل مع المريء ولكن ما ترجعش بدون علم منك، انه الله تبارك وتعالى فضل الله عز وجل علينا. ولكن شو واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الانسان اذا كان كلا يعني لما ياكل بزاف لو انتير الماكله لو انتير الماء ولو انتير يخلي خاوي للنفس، هذا مين ياكل بزاف. ولكن اللي يحب يكون احسن في الصحه تاعه يكون ياكل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيمات يقيمن الصلبه. عطاش لقيمات يقيمن الصلبه، اليوم العلم يقول يعني سكون ابل كالوري، يعني السعرات الحراريه. الانسان العادي طبعا اللي كيفنا غير مجمع يخدم مثلا عمل ما يتحركش بزاف ما يديش عمل بزاف، هذا اللي يقلع اونتر 2000 و 2500 كالوري، يعني ما بين 2000 و 2500 سعره حراريه. طبعا من خلال الماكولات اللي ياكلها، طبعا فيها بروتينات، فيها نشويات، فيها دهنيات، فيها فيتامينات، فيها يعني الله سبحانه وتعالى كل ما خلق لنا من الاطعمه والاشربه فيها كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ولكن العلم اليوم جاء قد يعطيك واش تاكل، يعني علمنا قادر تاكل باسينه تاع ماكله وفيها اي فائده صحيه، وقادر تاكل يعني هكذا ولكن فيها فائده صحيه كبيره. ولهذا نسال الله في بلدنا ان شاء الله اللحم ينزل السعر تاعو ان شاء الله تبارك وتعالى، باش ينزل السعر تاعو مش قرار ونبلعوا الجزار، باش ينزل السعر تاعو يليق السياسه تاع تربيه المواشي، تكون سياسه كبيره في اولا زرع او غرس الماكله اللي ياكلها هذا الماشيه البقره والخروف اللي رانا اليوم نستوردوها من الخارج وغيرها وغيرها وغيرها، يعني باش تنزل. لما يرخص اللحم هذا المواطن يقد ياكل بخوتيد، الحوت كذلك، السمك واوا. اذا في هذا الاطعمه اللي فيها الثراء تاع المعادن وتاع البروتينات وتاع يعني موجود الحمد لله رب العالمين، ولكن من الفقير المسكين ما يقدرش. فلهذا ايها الاخوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لقيمات طبعا هذو اللي كالوري، طبعا الانسان اللي يدير جهد كبير ذهني او بدني خاصه اللي يخدموا مساكن يطرفوا فورسي وغيرها اللي قالوا حتى 3500 كالوري، يعني حتى 3500. هادو طبعا من الاطعمه اللي ناكلوها سبحان الله. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لك، ثلث لو انتيير. اليوم لاستوما كامل نورمال عاديه ترفد لتر ونص، ترفد لتر ونص، ترفد لتر ونص من الماكله كاع لو فوليوم تاعها في طلوع في ان لتر ادمي. اليوم لقاو العلماء لما ندير لما هذا يعني لانسبيراسيون هذا الاستنشاق تاع الهواء يعمر لي بومون، عندي نسيطرو 500 مليلتر تاع الهواء. يا 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 اخواننا هذا العلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم 14 قرن من قال له بان لاستوما يعني ثلث تاع 500 مليلتر حتى يقول يعني ثلث للنفس. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، انتبهوا على من تأخذ دينكم إنه الرسول المبلغ من عند الله، والله هو خالقنا وهو أعلم بصحتنا وأعلم باقتصادنا وأعلم بكل حياتنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلث الطعام ثلث الماكلة وثلث النفس، لأنك يتعمر الاسطومة قاع بالماكلة ما تقدرش تتنفس، لما تتنفس تتنفس ديفيسيلمون تنضر، لان احنا عندنا هنا اللي يفرق لاستوما على لي بومو على لاكاش توغاسيك هذا سكون ابل لو ديافراغم، هذا الحزام هذا هو. فلما تتنفس كون تكون لاستوما معمره تكومبريسي تنضر قلبك ينضر وتحس بالعياء وتحس بالفشله. ولكن لما الثلث لو انتيغ تاع لاستوما يكون فارغ لما يهود لو ديافراغم تتنفس تتنفس عادي وتحس بروحك عادي وتحس بروحك اون بلان فورم. هذا هو الاسلام، هذا هو الإسلام.
هدف في حياتنا، فما بالك في رمضان. وإن شاء الله تبارك وتعالى أنا بغيت الحلقات الأولى هذه تكون عندها علاقة بالنظام الغذائي، لأننا إحنا الجزائريين نهتم كثيرا بالمائدة، فبغيت نقول لكم أن شوفوا الإسلام كيفاش يعطينا الاهتمام الحقيقي. إن شاء الله نكلمكم غدوة بعون الله تبارك وتعالى على مثلا التمرة وقيمتها في هذا الشهر تاع الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا قيامنا وصيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور خاصة. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا في اللباس، ها فاش نتبعوا النبي في هذا العصر اللي رانا نعيشوا فيه، باش نديروا اقتصاد قوي ونديروا زراعة قوية ونديروا فرد انترافايور موسكلي قوي عنده طاي مليحة، لا تخلي يحرث يحرث مليح، ولا يصنع يصنع مليح، ولا كان شيروجيان يوقف يوقف 10 سوايع ما ينضرش. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. نسأل الله أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ثبتنا على دينك واجعلنا من عبادك الصالحين، واحفظ لنا الجزائر يا ربي، احفظ لنا الجزائر يا ربي، احفظ لنا الجزائر يا ربي، واجعلنا شعبا موحدا متآخ متحاب متسامح فيما بينه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.